السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا في موضوع مهم جدا وتحدي، يعتبر تحدي بالنسبة للجزائر، هو كيف يمكن للجزائر أن تعوض الغاز بالطاقة الشمسية، وهذه تعتبر ثورة بدأت الحقيقة في الجزائر. هنا نشوفوا لا ريفوليسيون انرجيتيك، كومون لو سولي بوري شاسي لو غاز اون الجيري، كيف يعني الشمس او الطاقة الشمسية سوف تنهي الغاز واستعمال الغاز في الجزائر. اذا فيه مشروع كبير، هو مشروع لانتاج 1000 ميجاوات نتاع الطاقة الكهربائية انطلاقا من حقول الطاقة الشمسية، حقول الخلايا الضوئية يعني لي بانو فوتوفولتايك، عوض ان تكون حقول لاستخراج الغاز الطبيعي. اذا هذه الثورة اللي بدأ التفكير فيها، وفيه بعض المشاريع. اليوم نتكلم على بعض المشاريع في هذا الاتجاه، يعني اللي تتكلم على الاستثمار في انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية. وهنا نشوفوا في موقع اخر، نشوفوا بانه هناك محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بتيميمو تدخل حيز الخدمة. إذن هذه الخبر الأول، هو انطلاق تاع يعني الإشغال التشغيل تاع المحطة أو حقل لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الأشعة الشمسية أو باستعمال الخلايا الضوئية أو لي بانو فوتوفولتايك اللي نشوفهم هنا في الصورة. وهذا الطاقة هذه المحطة اللي تقع بأضرار، عندها قدرة إنتاجية نتاع 9 ميجاوات، إذن 9 ميجاوات قدرة إنتاجية. وهذه واحدة من بين 26 محطة نتاع إنتاج الطاقة الشمسية، نتاع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من تخزين الطاقة الشمسية عبر الخلايا الضوئية أو لسيلول فوتوفولتايك. إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني، نروح نشوفه مثال ثاني اللي يدخل في إطار التحدي الكبير تاع التعويض التدريجي للطاقة الأحفورية، لإنرجي فوسيل يعني الإنرجي نتاع الغاز، بتعويضها بالطاقة الشمسية في الجزائر. وهنا المشروع هذا هو مشروع شراكة بين الجزائر وإيطاليا في إنتاج الطاقة الشمسية. وهذا المشروع الجزائري الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين مدير شركة سوناتراك ومدير شركة إيني الإيطالية، سوف المشروع هذا يؤدي بنا إلى إنشاء مخبر جزائري في ميدان الطاقة، يعني بور لي تيست على الوسائل او لي بروسيدي دو كابتاج دو لينرجي سولار سور اون زون في منطقة نتاع قريبة من حاسي رمل. وهذه المناطق نتاع الانتاج نتاع الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية هي في الحقيقة، يعني في المشروع هذا الإيطالي الجزائري
بين شركة إيني الإيطالية وشركة سوناتراك الجزائرية سيدخل في إطار يعني إنتاج الكهرباء لحقول البترول اللي تستهلك كثير من الكهرباء. إذن هذه حاجة مليحة، لأن في الصحراء أول زبون، أول محتاج للطاقة الكهربائية هي الحقول نتاع استغلال الغاز والبترول في الصحراء اللي يستعملوا كثير من الكهرباء في لي باز في، وفي كذلك تسيير المنشآت النفطية اللي تحتاج إلى كمية كبيرة من الكهرباء، وهذه الكمية تقدر تجي من استغلال يعني الطاقة الشمسية اللي متوفرة بكثرة في الصحراء في مناطق كثيرة كاين عندها لا ديوري دونسوليمون، يعني الفترة نتاع تعرض المنطقة للأشعة الشمسية كبيرة جدا، ومن أفضل ومن أحسن المناطق التي تنتج يعني من ناحية لو روندمون، من ناحية لو روندمون الإنتاجية نتاع لو روندمون يعني لا رونتابيليتي نتاع لو متر كاري نتاع لو سولي ولا لو بانو سولار، يعني من أفضل المناطق في العالم هي المناطق المتواجدة في الصحراء الجزائرية. إذا هذا هي الخبر الثاني، وهذا هو المثال الثاني، هو شراكة جزائرية إيطالية في ميدان إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية. وفي هذا المشروع تاع الشراكة الجزائرية الإيطالية فيه شقين، الشق الأول يعني يتضمن إنشاء مخبر سولار لاب، مخبر لتطوير يعني تطوير لو روندمون، تطوير يعني الانتاجيه نتاع الكهرباء باستعمال الطاقه الشمسيه، يعني لان مجال التطوير مازال مفتوح، يعني ممكن يعني لا رونتابيليتي تاع لي بانو سولار ممكن نطور فيها كتير، يعني باش نقوي الانتاج نتاع الطاقه الكهربائيه انطلاقا من لي بانو سولار هادو. اذا والشق الثاني من هذا الاتفاق ما بين الجانب الجزائري والايطالي او بين سوناتراك وايني يتعلق بانتاج محطه لانتاج الكهرباء، انستاسيون فوتوفولتايك بقدره انتاجيه تاع 10 ميجا وات، اذا في يعني منطقه قريبة من حقول البترول بحسي رمل. إذن يعني إنتاج الكهرباء، وهذه يعني احنا رانا في هذا التحدي الكبير اللي رانا، يعني الجزائر الجديدة، ما يسمى بالجزائر الجديدة رانا مشينا فيه، هو التعويض التدريجي للطاقة يعني النفطية، طاقة تاع الغاز والبترول، نعوضها تدريجيا بالطاقة الشمسية. كاين بعض الأمور ما نقدرش نعوضها، البترول نحتاجه في إنتاج الزيوت وإنتاج أمور أخرى وإنتاج أشياء كثيرة، بلاستيك مادة، لكن من ناحية الطاقة كطاقة ممكن نعوض نسبة معينة من الاستهلاك نتاع الطاقة نتاع الغاز والكربيرون يعني البنزين في المركبات، نقدر نغير شوية نعوض باستعمال الطاقة الشمسية في بعض الميادين اللي ممكن نلقى تمد رونتابيليتي، تمد انتاج يعني ان رونتابيليتي فيها ان رونتابيليتي، مثلا في المناطق المعزولة في الصحراء خاصة في الجنوب الجزائري، هناك مناطق معزولة، في المناطق المعزولة لابد استعمال الطاقة الشمسية عوضا تكون فيها طاقة كهربائية. هنا الجدوى تكون جدوى يعني كبيرة باش نروح باتجاه الطاقة الشمسية إذا كانت الآن المناطق معزولة، فهذا أمر ضروري.
أما المناطق وين تكون فيه الكثافة السكانية كبيرة فالأمر يصعب تعويض الطاقة يعني الغازية عوض الطاقة الشمسية. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.